ده المسألة استشعت في البلد كلها، الناس ملهاش سيرة غير الكلام في الموضوع ده. انت مالكش دعوة، ما تفتحش بقك بكلمة، محدش عارف هترسي على ايه. ما افتحش بقي ازاي بس؟ تاني هتعادي الشعراوي تاني بعد كل اللي عمله معاك؟ لا مش مسألة عاديه، ده انا واقف جنبه في قلبي وبدعيله ان ربنا ينصره. ايوه كده، رد الجميل برضو مش عبارة رد جميل، بس انا عارف حكاية. يعني انا بقول ان الشعراوي مش ممكن يقف الوقفة الجامدة دي الا اذا كان على حق، وانا قلت له الكلام. هو انت دخلت له؟ امال امال. وهو عامل ايه؟ كان الله في عونه، قاعد زي الاسد وشه منور كده. سألنا على احوال البلد كلها، وسألنا على بدرية، قال لي خدوا بالكم منها ما تسيبوهاش لوحده. انا مش سايباه، بس هي اليومين دول رافضه الاكل، بتقول الحمد لله اني ربنا رزقني، غيري اولى بي. احنا تشجعنا وجينا لسيادتك النهارده، كان لينا طلب صغير كده قلنا نقصدك فيه. ده امر مش طلب، ابوك الله يرحمه موصيني عليكم قبل ما يموت، انتوا زي ولادي. ربنا يخليك ربنا يخليك. احنا من سنتين قدمنا لوزارة الاوقاف نطلب قرض حسن، كنا عاوزين نعمل مشروع صغير عندنا في الارض، حبينا نزرع نباتات طبية. حضرتك عارف يعني ان المحاصيل العادية يدوب بتغطي مصاريفها، فطلبنا 20,000 جنيه قرض حسن، قلنا يعني نرده على 5 سنين. الطلب دي موجود عندنا في الوزارة؟ والله ما عليك، موجود ومش موجود. قالوا لنا هاتوا مسندات الملكية وأصناف النباتات اللي هتزرعوها والحيازة والضرائب العقارية والكلام ده كله، وبعد ما دخنا 7 دخات حفظوا الورق يا معالي الوزير. حفظوا الورق؟ طب ليه؟ ملناش حد يدور علينا. الطلب ده تاريخه ايه بالظبط وتفاصيله ايه؟ دي صورة الأوراق اللي قدمناها في الوزارة. طب معلش، هتسيبولي الورق ده واسبوع كده ان شاء الله وهتصل بيكم. مش العنوان مكتوب هنا؟ ايوه معليك موجود. نستأذن احنا بقى، يلا يا حسين عشان ما نعطلش معاد الوزير. انتوا مش معطليني ولا حاجه، ده انتوا منوريني. ربنا يخليك يا معالي الوزير ويزيدك من نعيمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل 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 اتفضل. ابوك الله يرحمه من الناس اللي ما تتعوضش. ربنا يخليك. سلام عليكم. عليكم السلام. الف سلام. الله يسلمك. لعن الله البيروقراطيه، شاطرين قوي في تعطيل مصالح الناس. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين. أقول عواف ولا سلام عليكم يا ست الحاج؟ رطب. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا رطب؟ حج مبرور وذنبه مغفور إن شاء الله. حاستين؟ اوعى تكوني نسيتي تدعيلي وانتي في الكعبة. دعيت لك بالهداية يا رطب. أيوة الهداية يا بدرية، وكمان ربنا يزيح عني الهم اللي أنا غرقانة فيه. الكازن والزفت ده ما وراهوش غير وجع الدماغ. تصدقي وتأمني بالله؟ لا إله إلا الله. أحلى حاجة عملتيها في حياتك إنك خلصتي من الكازن ده. عقبالك يا رطب. ويا ريته جايب همه، قال يا دوب اللي طالع منه مغطي مصاريفه. اوعي تفتكري يا أختي إن أنا بقولك كده عشان مش جايبالك فلوس. أنا جيت الشهر اللي فات وجايبالك معايا القسط، لقيتك بفضل ربنا في الحج. النهارده انا جايه وجايبالك معايا القسطين تاني يا رطب. انا مش قلتلك قبل كده اني معاهده ربنا الفلوس دي ما المسهاش بايدي ابدا؟ انت حره في مالك يا بدريه، انا ما اخدش حاجه وما ادفعش ثمنها، انا لا يمكن اكل حق مخلوق ابدا.
كان بتاكلي حق الخالق. جرأة يا بدرية، انا مش حمل الكلام ده يا اختي، كفايه البلاوي المتلتله اللي على راسي. ايه بلاويك كتير؟ الواد نمرود فرد عليا قوي ومش عارفه ألمه. الواد عايز يتحكم فيا، كلمي ده وما تكلميش ده، بس انا اللي غلطانه، فضلت اكبر فيه لحد ما كبر عليا. وايه اللي جبرك على كده؟ يا سلام يا روتا، يا سلام لو تعرفي اللي انا فيه. انا ما استحملش يا بدريه زيك الحبسه في عشه كده. حبسه؟ الناس اللي عايشين في الدنيا هم اللي محبوسين، لكن اني عايشه في ملكوت واسع ملوش اخر. اه يا روتا لو تدوقي حلاوته. طب انت يا بدريه لقيتي الشيخ الشعراوي يهديكي، انا بقى يا عيني عليا ما لقيتليش حد. وهي الهدايه عايزه حد؟ بابها مفتوح للي عاوز يمشي فيها، اولها الندم والتوبة، وأخيرها تدوقي حلاوتها. طب والله العظيم أنا نفسي في التوبة، بس عايز أعمل لي قرشين يستروني في الدنيا، وساعتها والله العظيم هحرق الكازينو ده بجاز. إيه؟ لا يا أختي، يبقى من دلوقت مش سعادي، وإلا تبقي مش ناوية. يا بنت اسمعي كلامي، محدش ضامن بكرة. يو يا بدرية، هو أنا جاي أسمع مواعظ؟ بقول لك ايه، انا هروح اشوف شغلي، انا لو غبت عن المدعو ده ساعه واحده هيتنهي. فوتك بعافيه. على السلامه يا روتا. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللجنة يا فندم أعادت دراسة القرض اللي طالبينه أولاد الشيخ المهدي. الله، طب ما كتبتوش الرأي ليه؟ هما منتظرين توجيهات معاليك. توجيهاتي يا أستاذ مصطفى أنا قلتها قبل كده، الموضوع يدرس من الناحية الفنية والمالية والقانونية وتطبق عليه القواعد المتبعة. احنا يا فندم عملنا دراسة وافية من كل الجوانب، اللجنة مشكلة من مهندس زراعي ومندوب مالي وباحث قانوني. طيب اللجنة انتهت لإيه؟ اللي تشوفه معاليك يا فندم. أنا ما بشوفش غير الصح والأصول. المهندس الزراعي بيقول إن مشروع زراعة نباتات طبية اللي هم طالبين القرض عشانه ده محتاج خبرة فنية عالية، وللأسف ده مش موجود في أولاد الشيخ المهدي. ده بجانب ان التقاوي نفسها غالية جدا وكمان قابلة للتلف، عشان كده انا يخيل لي يا فندم ان القرض ده صعب انه يعود مرة تانية للوزارة. يعني مش موافقين على القرض حفاظا على اموال وزارة الاوقاف؟ دي وجهة نظر يا فندم. لا يا فندم لا، هو معقول يعني يحافظوا على اموال الوزارة اكتر من معاليك؟ انا ما احبش الكلام اللي بيلف ويدور ده. اللي تشوفه معاليك يا فندم. عموما اولاد الشيخ المهدي دول عندهم ارض، ودي هتكون ضامنه للقرض اللي هياخدوه، فعشان كده حق الوزاره مش ممكن يضيع ابدا. برضو ما ادتنيش راي نهائي، نديهم القرض ولا ما نديهمش؟ الراي النهائي المعاليك يا فندم، سعادتك ذو الراي الثاقب والخبره الواسعه، وبعدين سعادتك تعرف اولاد الشيخ المهدي اكثر من اي حد تاني. عموما يا فندم الملف ده فيه الاستماره اللي طالبين فيها القرض، لو شايف معاليك تمضي عليها ويستلموا الفلوس فورا. لا حول ولا قوه الا بالله يا استاذ صالح. يا استاذ صالح انا عايز راي اللجنه يكتب هنا، يا اه يا لا. ما هو يا فندم مش هيقدروا يدوا راي الا باللي بتشوفه معاليك. محدش عايز يشيل مسؤوليه، لجنه من 5 اعضاء ومش قادرين ياخدوا قرار. واحنا يا فندم نعرف نروح ولا نيجي الا براي معاليك؟ طب يا استاذ صالح متشكرين، دوركم انتهى لحد كده، ولو ان الحقيقه ما كانش لكم دور من الاول. فضل حضرتك وسيب لي الملف، انا هاخد القرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا اوافق. تفضل يا استاذ مصطفى نفذ. لو سمحت لي معاليك،
سعادتك كنت كلمتني قبل كده عن افضل الشيخ المهدي وانه كان استاذك في المعهد الاحمدي في طنطا وحاجات كتير، ده ما يخليناش نقف جنب ولاده في المحنه اللي هم فيها. يا استاذ مصطفى، ده مش مالي الخاص عشان اتصرف فيه على هواي، دي اموال الاوقاف اللي انا مؤتمن عليها، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. حكايه ريحتها فاحت قوي وما عادش يتسكت عليها. حكايه ايه وال؟ انت مش عارفه حكايه ايه؟ حكايتك انت والمعلم نصار، انت فاكراني نايم على وداني؟ الله، وانت هتتحكم فيا ولا هتتحكم فيا وانت مالك يا اخوي؟ حلاوتك يا روطه. لا ده انا مالي وزياده قوي، الكازينو ده انا شايله فوق كتافي. يا اخويا تلهي على عينك، ده لولا المعلم نصار ما كنتش عرفت اشتري الكازينو، ولولا المعلم نصار برضو والترابيزه اللي فاتحها كل يوم ما كنتش عرفت الم مصاريفه. كده؟ طب نصار بتاعك ده ان حط رجله هنا انا هكسر له دماغه. طب يمين بالله ما انت قاعد فيها ولا واكل منها لقمه عيش، وتفضل وريني عرض كتافك. يلا متسمر ليه؟ مات يلا. انا يا رطب؟ انا؟ ولو ما مشيتش بالذوق هطلب لك البوليس، وصحيفه ثوابك ما شاء الله مليانه. لا 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 ملوش لازمه، انا ماشي يا رطب، بس نمرود عمره ما يتاكل اوانطه. على فكره انت حسبتيها غلط، بالاذن يا رطب. يلا في 60 داهيه المركب اللي تودي. قال حسبها غلط؟ قال ده انا حسبها صح قوي. العنوان الرئيسي في كل جرايد النهارده عن الحكم في قضيه الحوت. ربنا يستر، لو الحكم صدر لصالحه ابقى اتجنيت على الراجل. اطمن يابا، ان شاء الله ربنا هينصرك. انا مش باصص للموضوع على انه معركه شخصيه بيني وبينه، لو كده كنت سامحت والمسامح كريم، انما انا شايف الموضوع معركه بين الاصلاح والفساد، بين الحق والباطل، ومش ممكن اسيب الحق ينهزم فيها. اقول لك على حاجه يابا، بس ما تزعلش مني، كان واجب يعني لما السادات رجع الحوت ده لشغله كان واجب يعني تقدم استقالتك من الوزارة. أنا مش باقي على الوزارة، وكم مرة طلبت من ممدوح سالم إنه يعفيني، بس مش ديه الموضوع اللي أنا استقيل بسببه. لو استقلت بسبب الموضوع ده يبقى معناها إن الوزير الوحيد اللي وقف قدام الباطل مشي. خلاص يابا، هدي أنت بس روحك وإن شاء الله ربنا يجيب العواجب سليمة. ما تشوف مين يا عبد الرحيم؟ حاضر يابا حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا صح ولا لا؟ صح عم زغلوت. صح يا مرحبا. أهلا أهلا يا صباح الفل. صباح الخير يا سيدنا. الله يخليك. تفضل يا شيخ. أهلا وسهلا. فطرت ولا لسه؟ إن قلت الحق أنا على لحم باطلي. فطار يا عبد الرحيم. حاضر يابا. وشربان. أنا جاي بريك لك. خير إن شاء الله. المحكمة حكمت لصالحنا، رفضت دعوة الحوت وأيدوا قرارك بإنهاء خدمته. إمتى الكلام ده؟ من نص ساعة بس. أنا صحيت من النوم طرت على المحكمة، كانت القضية في أول الرول، وقفت سمعت الحوت، نطيت في الأتوبيس وجيت لك جاري عشان أبارك لك. فيك الخير يا زغلول. ده أنت الخير كله يا مولانا. يا سلام يا مولانا بقى، تكمل بقى لو الرئيس السادات ألغى قرار رجوعه للخدمة. أنا آخر مرة شفته أكد لي إنه حيلتزم بحكم المحكمة. على أي حال الموضوع انتهى على كده. دلوقتي أنا وضعت مجموعة اقتراحات واتجاهات اقتصادية تتفق مع الشريعة الإسلامية، وباعتبارك مدير الشؤون القانونية عايزك تصيغها في مشروع قانون نقدمه لمجلس الشعب. حاضر يا فندم، بس المشروع ده عبارة عن إيه؟ بيدعوا يا سيدي أن القواعد الاقتصادية في الإسلام بدائية، وأنها لا تستطيع أن تساير التطورات الاقتصادية الحديثة. عايزينهم يفهموا بقى أن الإسلام هو الدين الخاتم الذي يستطيع أن يساير كل التطورات والمتغيرات
إلى آخر الزمان. طبعا يا فندم. عايزك تخلص الموضوع ده قبل ما سيب الوزارة. سيبها؟ سيبها ازاي يا فندم؟ هما هيلاقوا زي معاليك. ده معاليك يا أستاذ عبد المجيد. بلاش شوية البخور دول، شوف شغلك. حاضر يا فندم. لو سمحت، في حاجة يا مصطفى؟ المهندس صلاح النهري عايز يقابل معاليك. النهري؟ متهيألي سمعت الاسم ده قبل كده. ايوه يا فندم، مهندس صلاح النهري ده من كبار رجال الاعمال، عنده مصانع اشاني وبلاستيك في اسكندرية، ده غير شركات المقاولات. ايوه افتكرته. طب خليه يتفضل، ما انا قايل لك اي حد يعوزني يتفضل. اشمعنى ده؟ حاضر يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل يا سيدي. اتفضل يا مولانا. كوباية على الاسوس كده. شاكرين يا مولانا. انا مش هاخد من وقت فضيلتك كتير. باختصار كده يعني، الشركة بتاعتنا عاملة مشروع مدينة سكنية، عبارة عن 2000 وحدة كمرحلة أولى و2000 وحده كمرحله تانية في طريق السويس، سميناها الهدايه. لكن اول حاجه خلصناها في المدينه هي المسجد. ما شاء الله، بارك الله فيكم. انا طمعان ان المسجد ده يكون تحت رعايتك. يعني عايز تضمه لوزاره الاوقاف؟ لا مش ده المقصود، انا قصدي يعني ان فضيلتك تشرفنا بافتتاح المسجد وتلتقي مع العاملين في المدينه. وبعدين احنا من زمان يعني بنتابع احاديث فضيلتك في تفسير كتاب الله، وعايزين المسجد والمدينة يعني ينالهم شيء من بركات. يا سيدي أستغفر الله العظيم، والله شيء طيب. يا ريت كل الناس اللي بتعمل مشاريع إسكان تعمل فيها بيت لله، ويا ريت كل واحد في بيته يعمل مكان كده للصلاة، إن شاء الله ركن في السفرة ولا الصالون. إن شاء الله هنحط الحكاية دي في كل التصميمات بتاعتنا. يا ترى إيه الميعاد المناسب اللي يناسب فضيلتك عشان نفتتح المسجد؟ يوم الاثنين الجاي ان شاء الله اصلي عندكم العصر. يعني معالي الوزير ما ردش علينا الأسبوع وهو فات 10 أيام. نطول بالنا كم يوم كمان. بعد ما قابلنا بالطريقة بتاعته دي أنا قلت خلاص الموضوع خلص. أتاري كلام فض مجالس. الشيخ المهدي أستاذي، الشيخ المهدي خيره عليا، نفسي ألاقي فرصة وأرد جمال الشيخ المهدي. الكلام سهل، الفعل هو اللي صعب. الكلام سهل والفعل سهل، دي جرة قلم. يعني لو قال أيوة حد هيراجعه؟ ده الوزير. طب إيه رأيك إن إحنا بكرة ولا بعده نتصل بيك في التليفون؟ أنا معاها تليفوناته. يا عمي لا نتصل ولا نعمل. الله الغني عن المشروع ده كله. إيه يا عبد الرحيم، ما عندكش أخبار النهاردة ولا إيه؟ لا يابا، كلها أخبار عادية. ده خبر بيقول الرئيس السادات يواصل جهوده في الاتصال بأمريكا وإسرائيل لفض الاشتباك الثاني. وفي خبر بيقول الاستعداد للانتخابات المحلية. كلها أخبار عادية يابا، إلا ما شفت ولا خبر عن وزارة الأوقاف. وإحنا مش عايزين أخبار يابا. يابا العلاجات العامة حلوة برضو، وبعدين الأوقاف عمل إنجازات كتيرة قوي محدش يعرف حاجة عنها. اللي عملنا الإنجازات عشانه عارفها برضو يابا. لا ألو، إيه موجود؟ وزير الداخلية يابا. السلام عليكم. أهلا معالي الوزير. لا إله إلا الله، إمتى الكلام ده؟ لا طبعا مش هسكت، إزاي أسكت على حاجة زي دي؟ بس أرجوكوا، أنا ما أقدرش أمنعكم تشوفوا شغلكوا، بس كمان مش عايز الحراسة تبقى قيد على اتصالي بالناس. حاضر يا فندم. حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله.
جماعة متطرفة قتلوا الشيخ الذهبي. ايه؟ الشيخ الذهبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقتلوا ليه؟ ده عالم فاضل. علشان هاجم أسلوبهم في الدعوة، وقال إن الدعوة يجب أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة وليست بالسيف والبندقية. السلام عليكم. أيوة يا مصطفى، عايزك تحدد لي مواعيد مع الإذاعة والتلفزيون عشان التسجيل، علشان هتكلم في موضوع مقتل الشيخ الذهبي. أيوة، والساعة 1 الظهر حدد لي مؤتمر صحفي عندي في المكتب علشان نفس الموضوع. سلام عليكم. ايه يابا، لو تعمل ايه؟ لازم اوضح للناس حكم الدين في التطرف. يقتلوا الشيخ الذهبي؟ يقتلوه ليه؟ عشان عمل يابا اللي انت عايز تعمله، هاجمهم. بقول لك ايه يابا، هدي نفسك كده 2 ولا 3 وما تحطش نفسك في وش المدفع. انا مش ممكن اسكت ساعة واحدة على كده. يابا الداخلية دلوقتي مقلوبة وعايزينك تتكلم عشان تساعدهم، عشان عارفين تأثيرك على الناس شكله ايه. انا مش بعمل كده عشان الداخلية، انا بعمل كده عشان الاسلام. انا مش بدافع عن الحكومة، انا بدافع عن الدين. ده واجبي كداعية، لازم اوضح للناس صحيح دينهم. مصيبتنا يا ابني ان احنا واقعين بين الافراط والتفريط، ناس متشددة قوي وناس فلتانة على الآخر. لا يابا لا، أنا قلبي مش مطمن. يابا الجماعات الإرهابية دي مش 1 ولا 2، لا دول جماعات كتير ومتنطورين في كل حتة. ده أدعى لمواجهتهم ودعوتهم إلى الصواب. يبقى الداخلية يابا لازم تشدد عليك الحراسة. ما هو ده اللي عايزين يعملوه، ولو كان بإيدي ما كنتش وافقت. ليه بس يابا؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يرفض وجود حراس حواليه، وكان يقول إنما يحرسني أجلي. وفي الآخر اتقتل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، فأين الحق في مقتل الشيخ الذهبي الذي دعاهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة؟ ولست آسف على ما حدث للشيخ الجليل، فقد ظهر شهيد كلمة حق قالها، ولكني آسف على هؤلاء الذين قال الله فيهم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هؤلاء الجهلة بالإسلام أساءوا إلى الإسلام مرتين. الأولى عندما ارتكبوا جريمة القتل العمد التي وعد الله مرتكبها بأشد العقاب، والثانية عندما نسبوا جريمتهم إلى الإسلام فأساءوا إلى الإسلام، لأن الإسلام يرفض الإرهاب والتطرف ويأمر بالوسطية والاعتدال. يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذبوا في ادعاءاتهم وضلوا، فليس الإسلام وسيلة للوصول للحكم، وليس القتل سبيلا لتطبيق شرع الله، وإنما الطريق الصحيح أن يبدأ كل منا بتطبيق تعاليم الإسلام في مجال ولايته على نفسه أولا، ثم على أسرته في بيته ومع أهله. وعندما يجد الحاكم مجتمعا بأكمله يطبق تعاليم الإسلام، لا يجد مفرا من الالتزام بشرع الله في مختلف جوانب الحياة. كده تقريبا سوقنا المرحلة الأولى. الأسبوع اللي فات بس اتحجز 80% من وحدات المشروع المعروضة للبيع. الحقيقة نجاح غير متوقع، في وحدات سكنية كتيرة جدا معروضة في السوق والمنافسة شديدة جدا. احنا عندنا ميزات أكتر منها. لا ميزات ايه؟ الميزات دي
موجودة من الأول. الجديد هو الإعلان المناسب اللي نزل اليومين اللي فاتوا. أنا ركزت على صور الشيخ الشعراوي وهو بيفتح المسجد بتاعنا، ولقائه مع العاملين في المدينة نزلتهم في الصحف وفي الجرايد وفي التلفزيون أكتر من مرة. ظهور الشيخ الشعراوي في المشروع شد الناس، جذبهم، إداهم ثقة واطمئنان لجدية العمل في المشروع. إحنا على كل حال ممكن نبتدي الإعلان عن المرحلة التانية وناخد نفس الاتجاه اللي إحنا خدناه في المرحلة الأولى. برضو مش عاوزين نستعجل، الشيخ الشعراوي مش هيستمر وزير أوقاف، مؤكد خلال أسابيع وزارة ممدوح سالم هتمشي والشعراوي هيسيب الوزارة. مكانة الشيخ الشعراوي مش مرتبطة بالوزارة قبلها ولا بعدها، الناس مشدودة ليه. مجرد أي عمل أو مشروع بيتصل به الشيخ الشعراوي أكيد هياخد دفعة قوية للأمام. بس هو هيوافق على مساندة المرحلة الثانية للمشروع؟ إحنا نطلبه عشان يحط حجر الأساس لمدرسة تحفيظ القرآن وللجامع، وهو أي حاجة لله لا يمكن يتردد أبداً. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا يا معالي الوزير، أهلا وسهلا، نورت البدرشين كلها. ما عليك تيجي لحد هنا بنفسك، طب أمرنا وإحنا نجيلك. والله زيارة متأخرة قوي، أنا كان لازم جيت من بدري أعزف الشيخ المهدي وأسأل عليكم. دم جيت معاليك كفاية يا سعادة الوزير. أنا منساش وأنا طالب في معهد الزقازيق، أبوك الله يرحمه جه لغاية دقادوس عشان يقول لي عن النتيجة. اللي بيحفظوا الجميل في الزمان ده قليلين يا معالي الوزير. الله اتفضل اتفضل يا معالي الوزير. شيخ بسرعه. الرحمن الرحيم، اتفضل معاليك. اهلا وسهلا، نورتنا يا بدر. اهلا وسهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي، دورت البدرشين كلها. اتفضل يا معالي الوزير. السلام. اتفضل. مش عارف اقول لكم ايه، الموضوع بتاع القرض الحسن اللي انتوا طالبينه من وزاره الاوقاف للأسف مش هيمشي. المهندس الزراعي اللي في اللجنة عقدها، مش مقتنع بدراسة الجدوى اللي انتم مقدمينها عشان النباتات الطبية اللي عايزين تزرعوها. ده الفدان لو صح هجيب له جي 7-8000 جنيه. ايوه ما هو لو صح. معاليك عارف المهندسين واخدينها من الكتب، انما احنا اتعلمنا في الارض وشقينا في الارض. بس برضه لازم ناخد بالدراسة والعلم. احنا الموضوع بالنسبه لنا خلاص، جيتك لحدنا اكتر ما تجيب لنا مليون جنيه. الموضوع بالنسبه لكم انتوا خلاص، انما بالنسبه لنا مش خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن المهدي فتح الله مش كده؟ ايوه. اه شيك باسمك اهو بال20,000 اللي لازمينكم. الشيك ده منين؟ مالكش دعوه منين، اعتبرنا ابوكوا أخوكوا الكبير، اعتبروها زي ما تعتبروها. لا يا معالي الوزير، لا، احنا صرفنا نظر عن المشروع ده كله. طب بالله العظيم ثلاثة، إن ما خدت الشيك لكون آخر معرفة بيني وبينكم. يا معالي الوزير، احنا طلبنا القرض من الأوقاف. انتوا ليكوا المبلغ وخلاص، وده مالي وأنا حر فيه، إنما أموال الأوقاف أنا مش حر فيها. خد الشيك يا ولد. مدام سيادتك أمرت هناخد الشيك، بس على شرط هنرد الأقساط على 5 سنين زي النظام اللي كان هيمشي علينا في الأوقاف. ابقوا ردوها على راحتكم. هنكتب علينا 5 كمبيالات على 5 سنين، كل كمبيالة ب4,000 جنيه. أهو ده بقى الكلام اللي ملوش لازمة. طب يمين بالله العظيم، يمين بالله العظيم ما ناخد الشيك غير لما نكتب الكمبيالات. يا مولانا، إذا تداينتم بدين فاكتبوه. صدق الله العظيم، غلبتني. خلاص اعملوا اللي انتوا عاوزينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على ما تغير هدومك اكون جهزت الاكل. وانا بقى عملت لك الفراخ اللي انت بتحبها، اما تدوقها بقى تقولي مين احسن، انا ولا انت. انتوا ليه ما بتسمعوش الكلام؟ انا قلت يجي 20 مرة ما حدش يعمل حاجة هنا في البيت. اها ازاي بس ياب بقى تبقى طول النهار تعبان هنا وهنا وفي الاخر ترجع ما تلاقيش لقمة؟ طب بالذمة مين يقول كده؟
انا اللي بقول كده، كل واحده فيكو جوزها وبيتها اولى بيها. معقوله الكلام ده؟ ازاي نسيبك لوحدك يابا؟ هو انا اشتكيت لكو؟ انا بدبر نفسي، محدش يعمل حاجه هنا في البيت. اها، احنا بالشكل ده لا يمكن نرتاح. هو انتوا عشان ترتاحوا تتعبوني؟ طب ايه رايكم بقى؟ اللقمه اللي هتعملوها مش هدوقها، والهدمه اللي هتغسلوها مش هلبسها، عشان تبقوا عارفين. لو انت عايز كده بقى يابا يبقى لازم نشوف حل. شوفوا انتوا الحل اللي يعجبكم، بس محدش له دعوه بشغل البيت. الحل بصراحه كده انك تتجوز. اتجوز؟ انت عارفه انا عندي كام سنه دلوقتي؟ يابا حضرتك مره حكيت لنا عن واحد من الصالحين كان دايما بيقول لو علمت انني اعيش 10 ايام اموت بعدها لتزوجت مخافه الفتنه. مظبوط. وبعدين الجواز سنه، ليه ما تاخدش بالسنه؟ حكم الزواج واجب للقادر عليه اذا خاف على نفسه ان يقع في الاثم والفجور، والزواج ايضا مستحب للقادر عليه حتى ولو امن على نفسه ان يقع في الفتنه. بس يعني الزواج يا اما واجب يا اما مستحب. استني يا صالح، ما تاخدنيش في دوكه. الحكم الثالث للزواج انه مكروه او حرام لمن تاكد او خاف ان يظلم الزوجه او يخل بحقوقها. وده معقوله يابا؟ معقوله انت تظلم الست اللي هتتجوزها؟ لما ابقى طول النهار برا البيت من هنا لهنا ويدوب باجي البيت ارتاح كام ساعه واخرج تاني، فين بقى حقها من وقت جوزها واهتمامه بيها؟ انا وقتي كله للدعوه، اروح اتجوز واحده واحطها في البيت حبس انفرادي؟ يابا انت بس ما تدورش على اعذار، وده كمان مش عذر. شوف يابا ام الله يرحمها عاشت معاك كام سنه وشغلك برضو كان ليل نهار، وكانت مبسوطه وسعيده وزي الفل، يعني لا عمرها اشتكت ولا كلت. المره دي غلبتيني يا فاطمه. ماشي انا موافق على الجواز، بس ليا شرط واحد. شرط ايه؟ تلاقولي واحده زي امك الله يرحمها. يوم ما تلاقوا واحدة زي أمكم أكتب عليها تاني يوم. ما أنت عارف يابا مفيش واحدة زي أمي أبدا، هو في حد في الدنيا دي زي أمي؟ يبقى تسيبوني زي ما أنا بدل ما أجيب واحدة أظلمها وأظلم نفسي. اللي تشوفه يابا، أنا هقوم أحضر الأكل عبر ما تغير هدومك. انت بس يابا صعبان علينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مالكم؟ في حاجة؟ اخواتك يا سيدي عايزين يجوزوني. والله يابا لو دي رغبتك ايه المانع يعني؟ انا هقوم احضر الاكل مع صالح. انت كمان يا عبد الرحيم. انت بتعيط يا صالح؟ احنا ايه اللي عملناه ده؟ بقى انا وانت نطلب من ابونا انه يتجوز وهو اللي يرفض؟ احنا عملنا اللي علينا وهو حر بقى. لا انا مش بتكلم على ابويا، انا بتكلم على امنا. ما تستحقش كل ده مننا. هنعمل ايه بس؟ ما هي ظروفه صعبه ومش عايزنا نخدمه. برضو كان لازم نراعي امنا. ما هو يا صالحه يا حبيبتي اوعي تقولي لي الحياه بقى من الميت. لا مش هقول لك كده، بس هقول لك لو امي الله يرحمها كان ليها راي دلوقتي كانت قالت اللي قلناه له وزياده، انا متاكده. يا سلام، في ست في الدنيا تطلب من جوزها انه يتجوز بعدها حتى بعد ما تموت؟ المفروض كان يبقى وافي لذكراها. انت ما تعرفيش اللي كان بين ابويا وامي يا صالحة. امي ما كانتش بتحب ابويا وتغير عليه قد ما كانت بتحبه وتخاف عليه الله يرحمها. انا يا عبد الرحيم عندي رسالة مهمة لازم اتمها ان شاء الله.
عايز أكمل تسجيل خواطري عن القرآن الكريم اللي باقي من كتاب الله كتير واللي فاضل من العمر قليل. ربنا يخليك لنا يابا ويديك الصحة وطولة العمر. والله يا ابني أنا كل شوية أفكر أروح للسادات أقول له يعفيني من حكاية الوزارة دي ويسيبني بقى أتفرغ للدعوة. أنا حاسس إن وقتي وجهدي اللي بيضيع في الوزارة ممكن أوجهه لحاجة أنفع. طب يابا ما أنت لو عايز تروح له روح له. ما هو السادات اليومين دول عنده مشاكل مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر والحكاية ملخبطة والراجل مش عارف يعمل إيه. قلت أطول بالي شوية، الراجل مش ناقصني. السلام عليكم ورحمة الله، والسلام لنا جميعا بإذن الله. السلام لنا جميعا على الأرض العربية وفي إسرائيل وفي كل مكان من أرض هذا العالم الكبير. حاجة زي دي ما يعملهاش غير واحد مالي ايده وواثق من نفسه. بقى ده كلام يا شيخ جوده، ما هو اللي يرمي نفسه بالشكل ده يرخص. يعني لو كان انور السادات زار الاتحاد السوفيتي كان ده يعجبك؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اهلا معالي الوزير. اتفضل يا معالي الوزير. اتفضل يا معالي الوزير. اهلا وسهلا. اتفضل يا شيخ زغلول. اتفضل. أهلاً وسهلاً. يا مرحبا. وحشنا يا شيخ جودة. أهلاً يا شيخ زغلول. يا معالي الوزير، هي مش دقادوس دي برضو لها حق عليك؟ طبعاً دقادوس وأهل دقادوس، بس حياة والدك بلاش حكاية معالي الوزير دي. وانت يا شيخ زغلول محدش بيشوفك ولا تيجي مدام مولانا ما بتجيش. الشيخ زغلول ماشي في ظل مولانا على طول، مش الوزير بتاعه؟ ده أنا ليا الشرف يا أستاذ إيه؟ مراد. أستاذ مراد. أستغفر الله يا شيخ زغلول، أستغفر الله. سبحان مغير الأحوال. سيبونا بقى من الكلام اللي ملوش لازمة دي. دلوقتي إحنا عايزين نعرف رأي معالي الوزير في زيارة السادات. بس أنا عايز أعرف بقى، اللي عمله السادات ده يتفق مع شرع الله؟ شرع الله؟ وإنت من إمتى تعرف شرع الله يا مراد افندي؟ المهم احنا عايزين نعرف رأي الاسلام في زيارة السادات لاسرائيل.